Clayland Mist and Friable Particles ASTM C142 ده الاختبار اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة إن شاء الله، فتابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش أو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي علشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اختبار الكلي لامبس والفرايبل بارتيكلز بنعرف نسبة المواد الطينية اللي ممكن تكون عالقة بالاجريجيت او المواد اللي هي قابلة للتفتت ان هي تتحول لمواد ناعمة، علشان ده طبعا هستخدمه في الخلطة الاسفلتية او الخلطة الخرسانية، وخاصة الخلطة الخرسانية لو عندي الاجريجيت في مواد ناعمة أو مواد طينية أو مواد قابلة للتفتت، واللي هتطلع معانا في الاختبار وهنحدد نسبتها. لو النسبة دي عالية فهتعمل لي مشكلة كبيرة جدا في الخرسانة وكذلك في الأسفلت، بس ممكن ضررها في الأسفلت يكون أقل منه في الخرسانة. فعلشان نعمل الاختبار ده أول حاجة محتاجين طبعا عينة السن أو عينة الأجريجيت اللي هنختبرها، وعينة الأجريجيت دي إما إنها تكون جيالي خليط يعني في كل الأحجام بتاع السن اللي أنا هختبرها، زي على سبيل المثال طبقة الأجريجيت بيس كورس ممكن يكون عندي في التشونات هو خليط بيشتمل على المقاسات بتاع السن كلها بما في ذلك المواد الناعمة اللي هي البودرة أو الفيلر أو الكراش ساند اللي داخل في تصميم الأجريجيت بيس كورس، أو بيكون عندي عينة السن ديت جايالي مقاسات. على سبيل المثال رحت الخلاطة بتاعة الأسفلت أو بتاع الخرسانة وأخدت العينات، فممكن ألاقي التشونات اللي موجودة في محطة الخرسانة عبارة عن 3/4 و3/8، فهاخد عينة من التشوينة دي وعينة من التشوينة التانية، وهبدأ أجي المختبر وأبدأ أفصل العينة دي زي ما هنعرف دلوقتي، وأحدد الأوزان اللي أنا محتاجها أو أطلع الأوزان اللي أنا محتاجها، وأجفف العينة في الفرن، وبعد ما أجففها أطلع العينة وأبدأ أعمل الاختبار. فعلشان أعمل الاختبار محتاج أول حاجة العينة وتكون متاخدة بشكل صحيح، زي ما شرحت قبل كده كتير طريقة أخذ العينات سواء عينات أجريجيت أو عينات تربة أو أيا كانت العينة لازم أخدها بشكل صحيح، وبعد كده بحتاج مجموعة المناخل اللي هفصل عليها العينة، وبحتاج بعد كده ميزان تكون الدقة بتاعته 1/10 جرام، بعد كده هحتاج عندي اللي هو الدراينج اوفن اللي هو الفرن التجفيف، وبحتاج ديستلد ووتر اللي هي الماء المقطر اللي هغمر فيه العينة. بعد كده هجهز العينة ازاي؟ لو انا عندي العينة جايالي خليط فانا هحط المناخل بتاعتي وابدأ اهز العينة. طبعا انا هنا جايب المناخل الموجودة معايا دي اللي هي قطرها 8 بوصة، لكن المفروض ان انا لما باجي اهز العينة بهزها على المناخل اللي قطرها 12 بوصة عينات الاجريجيت، علشان بتاخد وقت والعينة بتكون كبيرة، فمش هينفع ان انا استخدم المناخل دي لان الكمية او الكباسيتي بتاعتها قليلة، وبالتالي هيبقى الفلو التدفق او نزول العينة هيبقى بطيء والموضوع هيبقى مرهق، فيفضل ان انا اشتغل على المناخل اللي هي القطر بتاعها 12 بوصة، ويفضل ان انا اشتغل بالسيب شيكر اللي هو الهزاز، بظبط الهزاز على ربع ساعة وبشغله، بعد ربع ساعة ببدأ اخد العينة وامسكها منخل منخل واتأكد ان كل منخل ما عادش بيمر منه السن، المقاس اللي موجود فوق المنخل هو اكبر من قطر الفتحات، مفيش عينات اصغر وبالتالي ممكن انها تمر من الاسفل. يبقى مجموعة المناخل اللي انا هحتاجها منخل 1.5 بوصة ومنخل 3/4 بوصة ومنخل 3/8 ومنخل رقم 4 ومنخل رقم 8 ومنخل رقم 16. الاوزان بتاعتي هاخدها ازاي؟ بحط العينه، احنا قلنا طبعا هنشتغل على المناخل الكبيره، فبحط العينه على منخل 1.5 بوصه وببدا اهز العينه لحد ما اتاكد ان ما عادش فيه اي مواد او اي حبيبات من العينه هتمر. بعد كده ابدا اخد من المحجوز على 3/4 بوصه، هاخد 5 كيلو اللي هو اكبر من 1.5 بوصه، هاخد 5 كيلو. بعد كده المر من 1.5 بوصة محجوز على 3/4 هاخد 3 كيلو، المر من 3/4 محجوز على 3/8
هاخد 2 كيلو، والمر من 3 على 8 محجوز على 4 هاخد 1 كيلو، والمر من 4 محجوز على 16 قال لي كده المفروض ان الفاين ده بنتكلم بقى عن الجزئيه ديت على الفاين اجريجيت الناعم هاخد منه 100 جرام، يعني قال لي المفروض ان الفاين اجريجيت يكون حجم الحبيبات بتاعته اكبر من منخل رقم 16، اكبر من قطر الفتحات بتاع منخل رقم 16، فانا هاخد 100 جرام، هو المفروض قال لي انها ما تقلش عن 25 جرام، لان كده حجم الحبيبات صغير جدا فبالتالي بقلل حجم العينه، فقال المفروض ما تقلش عن 25 جرام، فبالتالي هاخد 25 او 50 او 100 جرام، كل ما بكبر العينه كل ما بيكون افضل. بعد ما اخدت العينه هبدا ان انا اجففها في الفرن، طبعا انا ممكن اخد الاوزان قبل التجفيف وممكن اخدها بعد التجفيف، لو هاخدها قبل ما اجفف العينه يعني طلعت كل حجم على حده وهجفف فخلاص يبقى انا هاخد الوزن بزياده شويه علشان ما اقلش عن الوزن المينيمم اللي هو اقل وزن هو حاطه لي في المواصفه اللي هو كيلو او 2 او 3 او 5 كيلو ما اقلش عنه، يبقى انا لو هاخدها ان انا اجففها الاول واوزن يبقى ممكن اخد الوزن ده ممكن ازيد عنه مفيش مشاكل، لكن ما اقلش عنه. في حاله ان انا هوزن والعينه رطبه وبعدين اجفف علشان اتاكد ان انا خدت اوزان مظبوطه يبقى هاخد وزن اكبر من المينيمم بشويه 200 جرام 300 جرام على حسب وزن العينه اللي معايا، وابدا ان انا اجففها وبعد التجفيف هطلع العينه من الفرن وابدا اسجل الوزن بتاعها زي ما قلت بدقه، هو قايل لي في المواصفه 1 من 10%، يعني انت تاخد الوزنة بتاعتك بدقة 1 من 10% من وزن العينة، يعني العينة اللي على سبيل المثال وزنها 100 جرام يبقى من الميزان اللي انا هشتغل عليه 1 من 10، يبقى انا كده هشتغل على ميزان الدقة بتاعتي في الاختبار ككل 1 من 10 جرام الدقة بتاع الميزان، وابدأ اسجل اوزان العينات اللي عندي. بعد ما سجلت الوزن اللي هو الجاف هبدأ ان انا اعمل ايه؟ اخد العينة واغمرها، طبعا المفروض ان انا هوزن الاول. بعد ما جففت العينه هاخد الاناء اللي انا هغمر فيه العينه بالماء المقطر واحطه على الميزان وهصفر الميزان تمام، وبعد كده هاخد العينه اوزنها تمام، هوزن العينه واسجل الوزن ده طبعا المحجوز على منخل 3 ارباع فهيطلع لي 3 كيلو 29 جرام بوينت 4، هسجل الوزن. بعد ما هسجل الوزن هعمل ايه؟ المفروض ان انا اخد العينه ديت قال لي هتفردها في طبقه رقيقه في قاع الاناء اللي انت هتغمرها فيه. بعد ما فردتها بالشكل ده على هيئه طبقه يعني كاننا بنعمل كيك مثلا على سبيل المثال بالهنا والشفا، هبدا ان انا اعمل ايه؟ هغمر العينه بالماء المقطر. بعد ما فردت العينه على هيئه طبقه كده رقيقه زي ما ذكر لي في المواصفه علشان اقدر ان انا اغمرها واتعامل معاها بشكل سهل، هبدا ان انا اغمرها بالماء المقطر. كده العينه اتغمرت بالماء بشكل كامل. بعد ما غمرتها المفروض ان انا هسيبها منقوعه في الميه لمده 24 ساعه بلس ماينس 4 ساعات، يعني من 20 الى 28 ساعه، وابدا ان انا اعمل ايه؟ امسك كل حبيبه كده على حده وابدا ان انا افركها بايدي او احرك العينات كده بينها وبين بعضها، بيقول لي رول اند سكويز اللي هو ابدا ان انت لف العينه وابدا اضغط عليها او كانك بتعجنها كده، وابدا امسك كل حبيبه من حبيبات السن ديت وابدا ان انت حاول ان انت تكسرها الى مواد ناعمه علشان لو في حاجه مستشكل او مش باين هي سن ولا ماده قابله ان هي تتكسر او عليها جزيئات ناعمه فتبدا ان انت تفكها، لكن ما تستخدمش ضوافرك في انك تعمل ايه؟ تكسر العينه، بمجرد يعني باطن اليد كده او باطن الاصبع هتبدا ان انت تفرك كل الحبيبات كده وتنزل من عليها المواد الناعمه، واي حاجه هتبقى قابله انها تتفتت وتتحول لمواد ناعمه تمر من على المنخل اثناء غسيل العينه دي هتعتبرها ان هي مواد ناعمه او فرايبل بارتيكلز، مواد قابله انها تتفتت والمفروض ان انت هتستبعدها او هتعتبرها وتسيبها بعد كده هي هتنزل من على المنخل. هعد امسك الحبيبات زي ما ذكرت لحضراتكم كده واحده واحده لحد ما اخلص العينه كلها
واكون اتخلصت من المواد الناعمه العالقه على سطح الحبيبات، هسيبها مغموره لمده 24 ساعه، واجي بعد كده اعمل ايه؟ هاخد كل العينات او كل المقاسات اللي عندي اللي انا غمرتها لمده 24 ساعه، انخلها على منخل رقم كام؟ على منخل رقم 4 فيما عدا الفاين اجريجيت، هنخله على منخل رقم 16. يبقى انا كده كل المقاسات اللي عندي هنخلها على منخل رقم 4 بعد ما تتنقع 24 ساعه علشان اسمح للمواد الناعمه انها تنزل. هنخل المحجوز على 3 ارباع، والمحجوز على 3 على 8، والمحجوز على 4 هنخلهم على منخل 4، المحجوز على 16 هغسله على منخل رقم 16، وابدا بعد كده بعد ما غسلت العينه ان انا ارجعها تاني للاناء، اخدها من على المنخل وارجعها تاني وادخلها الفرن الجف، وبعد كده اطلعها واوزنها. كده انا عندي الاربع مقاسات اللي موجودين عندي، اول محجوز على 3 ارباع، محجوز على 3 على 8، محجوز على 4، المر من 4 محجوز على 16، ده طبعا وزنه 100 جرام. سجلت انا الاوزان بتاعه العينات دي كلها، وهبدا اغمرهم بالماء المقطر الاربع مقاسات، وابدا اعمل فيهم نفس الكلام اللي ذكرناه في المقاس الاول ده، واسيبهم 24 ساعه. بعد مرور 24 ساعة هاخد الثلاث مقاسات دول اغسلهم تحت الحنفية على منخل رقم 4، ودي هغسلها على منخل رقم 16، وابدأ ارجعهم تاني في الإناء واحطهم في الفرن يجفوا لمدة 24 ساعة، وبعد كده اسجل الأوزان، وبعد كده نروح على الكمبيوتر نشوف الحسابات. لكن تعالوا في الأول نشوف الغسيل بتاعهم وإن احنا بنرجعها على في الاناء تاني. هناخد الحجم ده على سبيل المثال. طبعا انا بس بفرغ العينه من الاناء للمنخل او العكس من المنخل بعد ما اخلص غسيل الاناء، حذاري ان انا اوقع اي حاجه من العينه، لان ده هيحسب على انه مواد طينيه او مواد مفككه ضمن العينه. ببدا اغسل، وبيقول لي وانت بتغسل المفروض ان انت تعمل ايه؟ تحرك العينه علشان تتاكد ايه؟ ان مفيش حاجه موجوده من المواد الناعمه ما نزلتش. تمام، يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ابدا ان انا اغسل كده يكون الصينيه موجوده، بحيث لو في حبيبات سليمه كبيره عدت على سبيل المثال ان انا ما كنتش ناخل العينه في الاول، ان انا ما كنتش ناخلها في الاول كويس، فممكن حبيبات تقع وهي تبقى في الاخر ما هياش ايه؟ مواد طينيه. فعلشان اشوفها هنا لو لقيتها مش ضمن المواد الطينيه اردها تاني. يبقى احنا كده خلصت غسيل اهو، هبدا ان انا اعمل ايه؟ ارجع العينه في الاناء تاني. واتاكد ان مفيش حاجه عالقه في المنخل، وابدا ان انا اخد العينه وادخلها الفرن تجف لمده 24 ساعه على درجه حراره 105 بلس ماينس 5، يعني من 100 الى 110 درجه مئويه، واخد الوزن واعمل الحسابات. وفي الفيديو القادم ان شاء الله هنعرف طريقه عمل الحسابات علشان الفيديو ما يطولش معانا ويبقى الموضوع ممل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو لسه بتشاهد الفيديو الى الان فشكرا على المتابعه، ما تنساش تدعمنا باللايك وتعمل سبسكرايب في القناه لو لسه ما اشتركتش الى الان، ومنتظر رايكم واستفساراتكم في التعليقات. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.